ربما لا داعي للترحيب، فالترحيب واقع وواقع الأمر يستدعي أن نقوم بلعب أدوارنا كل حسب موقعه ومكانته. اليوم وبعد هذا المحيط السياسي المحلي والعالمي وفي ظل تسارع الأحداث وتوالي التغيرات الجيوستراتيجية، الأحزاب السياسية أن تأسف مطرح حزب سياسي كيهتم بالقضية الوطنية، مطرح حزب سياسي عنده لجنة من أجل ترافع عن القضية. كنشكروا الدور اللي كيلعبوا الدبلوماسية الموازية من فضل جلالة الملك لفتح عدد من القنصليات بجهة الداخلة وجهة العيون. مصطفى بن علي الأمين العام لحزبات القوى الديمقراطية، نحن اليوم بصدد الدورة 51 لمجلس وطني لحزبات القوى الديمقراطية. بما هي دورة عادية طبعا ترفع شعار يرتكز على أساس تخليق الحياة السياسية ورد الاعتبار للعمل السياسي الجاد، طبعا هذا الشعار الذي يأتي في سياق تعرفه في بلادنا عدد كبير من التحديات، ولكن أساسا وفي جانب آخر ومرتبط بتأمين المخزون الاستراتيجي الوطني الذي دعا إليه جلالة الملك، ولكن كذلك بالتحديات البيئية التي تواجه البلاد أساسا الإجهاد المائي وتوالي سنوات الجفاف بما تعكس وترهن المسار التنموي للبلاد. طبعا حزبات القوى الديمقراطية في قراءته للأوضاع السياسية الوطنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية يراعي خصوصيات السياق الدولي وما يفرضه على بلادنا من تحديات ترتبط بالأمن القومي ومن معالجة المشاكل والدفاع عن المصالح الوطنية. عزيز حنا عضو المكتب السياسي حزب جبهة القوى الديمقراطية والأمين العام الجهوي للحزب بجهة بني موادن. اليوم حنا في إطار انعقاد الدورة 51 للمجلس الوطني للحزب كنجتمع اليوم يعني لمناقشة التقرير الأدبي والمالي للحزب. في الحقيقة الحزب هو منفتح في كل دورة على استقطاب كفاءات وأطر اللي ممكن تشكل إضافة للحزب، حزب في الحقيقة اللي يعني من خلال الرؤى المستقبلية لإعداد الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ولو أن الوقت سابق الأوان للحديث على هذا الموضوع، ولكن الحزب يعني يستعد ويستقطب في نفس الوقت العديد من الكفاءات والكوادر اللي ممكن تشكل إضافة للحزب جبهة القوى الديمقراطية اللي هو في الحقيقة منفتح على الجميع. يعني الحزب يشكل قوة بين يعني مختلف الأحزاب السياسية اللي كتأتت المشهد السياسي والحزبي اليوم في المغرب. يعني الحمد لله الحزبي يعني ما هو قادم بالنسبة للاستحقاقات القادمة إن شاء الله من 2026، الحزب قادم بقوة إن شاء الله على مستوى حجز مقاعد في البرلمان إن شاء الله، وهناك برنامج هناك إن شاء الله يعني رؤية مستقبلية واستراتيجية يعني تهدف إلى تأتيت المشهد السياسي والحزبي في المغرب للحزب في قادم المواعيد إن شاء الله. هنا في إطار يعني إعادة هيكلة مجموعة من المركزيات الجهوية والإقليمية من أجل استقطاب المزيد من 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 المناضلين ومزيد من المتعاطفين مع الحزب. محمد الشرافي رئيس المجلس الوطني لحزب جبهة القوى الديمقراطية. يعقد حزب جبهة القوى الديمقراطية المجلس الوطني دورة المجلس الوطني العادية تحت عدد 51 من أجل مناقشة مجموعة ديال المستجدات الوطنية وكذا المستجدات التنظيمية. وكيف ما لاحظتوا فتحنا باب النقاش للأعضاء السادة أعضاء ديال المجلس الوطني من أجل خلق واحد الدينامية مع السادة الأعضاء ديال المجلس الوطني ومناقشة جميع القضايا الراهنة سواء الدولية والإقليمية والوطنية وكذلك الداخلية الخاصة بالحزب. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.